زين، شنو مفكرة القضايا اللي تحسين ان انت تبين تمسكينها بالمستقبل؟ جنايات. ليش جنايات؟ خلنا نتكلم عن شعور اول يوم بالجامعة، لما دشيتي اول كلاس او اول محاضرة. شعور الدكتور او المحاضر لما يشوفك شنو؟ عبالهم مع بنتي، لدرجة ان الدكتور فارس الحياة دخلت عليه ابي الجدول، كان يقول لي خالتي من حقه، قلت له حقي انا، يطالعني كذي، انت عندنا هني بالكلية؟ قلت له اي والله انا عندكم بالكلية. صراحة انا وايد متحمسة حق هذا التقرير، لانه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، عمرك 79 سنة صح؟ دخلت 78. ما شاء الله تبارك. 68 قصدي. 68 ولا 78؟ 68. اي حلو. داخل الشهر هذا. اوكي، مكبرتي شهر 10 سنين بعد. عادي. 68. العمر رقم. اي والله صح. العمر رقم. وانت قاعد تدرسين؟ وانا قاعد ادرس. اي. زين شنو قصتك؟ بسمع القصة من البداية. انا كنت ادرس اول. اوكي. ايام قبل. درست وين؟ درست فيلتشه. اوكي. زين؟ بالسبعينات هذا الحكي، تزوج صار عندي عيال وكل شيء، تركت الدراسة وصلت ثانية متوسط. أي توني بسج، أي سنة تركت؟ أي ثانية متوسط أنا تركت الدراسة، بس الحمد لله يعني هم كنت شاطرة، كنت ثانية مكرر طالع. ما شاء الله تبارك الله. عرفتي؟ فوقفت دراسة، يوم رجعت إني أدرس مرة ثانية المناهج كلها تغيرت. متى قررتي تردين تدرسين؟ ب2005. أوكي، وتركت الدراسة تقريبا أي سنة؟ تقريبا بال75. اوكي، يعني قعدتي تقريبا 25-30 سنة موقفة دراسة. موقفة دراسة. زين ليش قررتي ان ترديين مرة ثانية ب2005؟ لان ما عندي شيء، ما عندي شغل، شو اشغل وقتي فيه؟ عندك كم واحد؟ انا سألت. عندي 5 بنات وصبيان 2، واحد الله افتكره الحمد لله. عرفتي؟ بقوا عندي الحين 6. ما شاء الله. هذه اصغر وحدة ما شاء الله عليها، الحين واصلة الجامعة، اخر سنة لها. والشطار كلهم نفسي. الحمد لله، الحمد لله. الحين عندي 2، لما شافوني انا ادرس واختهم تدرس تشجعوا، وحده الحين واصله 7 ووحده داشه الثانويه 10. لما شافوك ان انت تبي تكملين؟ اي بلشت من اولى ابتدائي، لان المناهج تغيرت مو مثل قبل، يعني يوم دشيت انا واحنا صغار حمد وقلم وما ادري شنو، هذا لا ما في، هذا حطيه على صوب. شنو كان مجموعك باولى ابتدائي؟ مو متخيله السؤال. الحمد لله امتياز، شهاداتي موجوده. اذا كنت بروحك اللي تدرس يعني مثلا؟ روحي ادرس، ما اعتمدت على حد، الا لما وصلت رابعه ثانوي بل اعتمدت على المدرسين. زين لما تشوفين احد يهون مثلا ما يبالك انه لا خلاص ما ابي اكمل؟ لا، لان انا ابي العزيمه عندي انا مو عندهم هم. ما كانوا يستغربون الفكره؟ بلا. الناس بلا. مثلا رفيجاتك، اذا عندك رفيجات، عيالك، اهلك؟ في وايد. ايش تبي تسوين بالدراسه؟ وين بتوصلين؟ حق نفسي مو حق احد ثاني. ما راح يشغلونك؟ قلت لا يشغلوني. انت مو الفكره انك تشتغلين؟ لا مو لازم. اوكي. اقبلوني ما اقبلوني مو لازم. شنو اللي فرق بشخصيتك؟ شنو اللي تحسين انه اضاف لي هذا العلم؟ الحمد لله كل شيء، يعني في اشياء ما كنت افهمها، ما كنت استوعبها، الحين كل شيء قمت استوعب، كل شيء اعرف، يعني احد يسالني سؤال على طول ارد. الحين دشيتي شنو بس عشان الناس؟ الحين دشيت حقوق. ما شاء الله. قانون. اوكي. والحمد لله الدكاتره والمعيد والعميد مال الكليه الحمد لله كلهم متفاهمين معي. لدرجه ادخل بسيارتي لي داخل موقف خاص لي. ما شاء الله. اوقف تحت مظلات الدكاتره. ما حد يمانع، معي تصريح. تركزين كذي بالمحاضرة؟ أي وتكتبين؟ أي أكتب وأخطط وكل شيء معاهم، حتى لدرجة إنه يجاوبون في أشياء بالجنح. أنا الدكتور يستغرب مني، لأن قبل لا يقول السؤال بس مجرد إنه نطقه أعطيه الجواب، يطالعني. خالتي أنت دارسة من قبل؟ أقول لا والله. حسب سؤالك أرد عليك. زين شنو مفكرة يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالمستقبل شنو مفكرة تسوين؟ إذا الله أعطانا وياكم إن شاء الله طول العمر افتح مكتب محاماة. زين شنو مفكره القضايا اللي تحسين ان انت تبين تمسكينها بالمستقبل؟ جنايات. ليش جنايات؟ ليش جنايات؟ ليش جنايات؟ العموم جنح، جنايات، اسر، يعني جرائم كذي. اي لا يعني الكل العموم. مو بس يعني الجنايات، الاسر، الجنح، كل شيء. زين الحين الطالبات اللي يشوفونا الصغار، ايه في وايد منهم مو شطار؟ لا، كل من يعرف عقله براسه يعرف خلاصه، اللي عقله براسه يعرف خلاصه، يسوي كل شيء بنفسه. عرفتي؟ بس اللي ما يبي يجتهد ما يبي، والله ما اعرف، ماكو شيء اسمه ما اعرف. انا كنت ادرس بالليل
ما درست بالليل أدرس الصبح، ما درست الصبح وأنا رايح المدرسة فاتشة كتابي، ما يعني ماكو شيء اسمه ما أعرف. زين تضايقين مثلا إذا في سؤال بالامتحان ما عرفتي إجابته؟ أهد السؤال اللي ما أعرف له أروح وأرجع له مرة ثانية. تعرفين؟ وأعرفه لأنه يكون بين الأسطر. تلقين لابد ما يعطونك سؤال بالمدرسة إلا موجود بالامتحان، يكون بين الأسطر، إذا تدورينا تلقينا. زين أنا طرع على بالي السؤال وهي قاعد تسولف، إحنا لما مثلا ندرس مرات نستعين بالتليفون. إيه؟ انت تعرفين تستخدمين التليفون؟ استعب بس ما استعين فيه. ما تستعينين فيه؟ ليش؟ ما احب جوجل شيء ولا ادخل عمي جوجل ولا ادخل ترجمه عمي أدخل. جوجل ما ادخل على السوالف هذه. حركتي سؤالي كنت بقول لك احنا لما كنا ندرس مثلا الحين عندي الكتاب اخذ التليفون ابوقه إيه؟ شوي إيه؟ حلو بعدين مثلا ببطل سؤال بالتليفون من التليفون احوس حب اشياء ثانيه من السؤال ماكو نهائيا معنا يا بولي ساعه ترى ها اي اللي هي الالكترونيه قاعده بالدرج تسمع صوتك حتى شحن ما حطيت فيها بس حلوه التكنولوجيا ما احب انا سماعه مالت اذون ما احب والله سؤال بس جاوبي بصراحه تفضلي ولا مره فكرتي ان انت تقشين لا ولا مره زين عندك مبدا التشير ان مثلا اشير الاجابه يمكن أشير تطلع اشير اي اوكي اشير صح غلط بس اني اقش اني اطلع والله ورقه من مخباتي ولا اي ولا طالع تيلفون الحين ولا سماعات صغيره حيل لا 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 انصادوا قدامي لهني اي تشربين قهوه يعني تسويش مثلا شي كوب قهوه نسكافيه اه يعني نفسنا تقعدين وتمسكين الكتاب ونسكافيه وهدوء زين لا لا عادي هدوء ما يهمني تومي بقولك بالله احفاد ايش سووا زعل لا ما يهمني انا طاولتي قدامي يلعبون وهم يصرخون التلفزيون شغال هذا تقدرين تركزين عادي مدام هذا شغال هني ما له شغل باقي زين لما تطلع النتيجة ايه تكونين متوترة؟ هو على اعصابي كل شيء ادق على هذه دشي شوفوا انت شوف هذا شوف فلان شوف لين وصلتني النتيجة هني طخيت وكم كانت النسبة؟ ما اقول لك نسبة عالية لا بس يعني حلوة يعني كم بالستينات؟ اي حلو بالستينات ايه 65 67 كذي بس هم مو عجبتني اي يبيك تشدين حيل شوي بس قلت الحمد لله مال شنو لاني كنت بالعنايه ومقدمه دور ثاني زين شنو اخر كلمه تقولين نختم فيها التقرير مستانسه اول شيء الحمد لله التقرير اوكي اوكي امورنا طيبه يعطيكم العافيه قلت لك ما راح تصورين مع احد غيري ان شاء الله زين خلاص عندي حصري اذا دقوا علي لا شوفي خلي اتفق معاك اتفاق الحين انت ان شاء الله لما تتخرجين ايه؟ تكونين ناجحه انا راح اجيك بتقرير انا ابيك تتابعين لان التقرير لما ينزل ابيك تشوفين التعليقات تردين اي توريني انا ما اعرف خلاص دام شوفي انا اقول لك ان التقرير راح يكون تعليقاته حلوه ايه؟ الحين ردي على الناس مقدما ان على كلامهم الحلو مثلا الحين احد كتب تعليق انه ما شاء الله شاطره ما شاء الله انت ناجحه شنو تقولين يعطيكم العافيه ما قصرتوا مع ابتسامة مشكورين مع ابتسامة مشكورين جزاكم الله خير ما قصرتوا يعطيك العافيه يعافيكم واستانست بهالتقرير حبيبتي وان شاء الله اقابلك وانت متخرجه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ما تنام عينك ان شاء الله ولما احد يقول اقابلك قولي لا بس عليا اللي هوان واذا قالوا قصب اذا دزوا باب ودشوا ما حد راح يقول انت قولي بس عليا حتقابلني لما نتخرج بعدين اقابلكم ان شاء الله اكيد اكيدين وعد وعد اذا شفت لقاء ثاني راح احط لك تعليق بعد شو اسوي